اجلس. هات ما عندك يا بيت. بل هات أنت ما عندك، فأنا على أتم الاستعداد يا شيخنا الجليل لنيل الإجازة منك. وما حاجتك لي وقد شهد لك كافة شيوخ العلوم الأخرى بالكفاءة؟ ألم تنل أجازتك في الفلك والجبر والحساب وعلوم الفقه والتفسير والحديث؟ بلى، ولكن الشعر مكانة مميزة في نفسي. ولكنك فشلت من قبل يا بيت. ولكني متأهب لها هذه المرة. تفضل يا شيخ. ماذا تعرف عن الأنساب؟ وما دخل ذلك بالشعر يا شيخنا؟ إذا تكلمت مرة أخرى فأنت تعرف. اسمع يا غيث، إذا جلست لي فلابد لك أن تعرف الأنساب. ومن قال أني لا أعرفها؟ كنانة أب لأربع بطون، مالك وملكان وعبد مناف والنظر، والنظر هو المكنى بقريش، ومن كان من ولده فهو قريشي. وللنظر رجلين، أولهما مالك. وكم ولد لمالك؟ ولد واحد وهو فهر، وفهر له أربع نفر، غالب ومحارب والحارث وأسد، ولغالب ولدين لؤي وتيم، ولؤي له أربع نفر، كعب وعامر وأسامة وعوف. اسكت يا ولد، أكمل. ولكعب ثلاثة، مرة وعدي وهصيص، وأبناء مرة ثلاثة هم كلاب وتيم وبقطة، وكلاب ولد له رجلان قصي وزهرة، ولقصي أربع أنفار، عبد مناف وعبد الله وعبد العزة وعبد قصي. كفاك يا غيث، فيبدو أنك أتقنت حفظها، ونرى مقدرتك في الشعر. اذكر لي صاحب هذه الأبيات. والأبيات: أرى جارتي خفت وخف نصيحها وحب. هذا الشعر لعمرو بن قميئة في زوجته. حسنا يا بيه، الآن سأذكر لك صاحب البيت وعليك أن تؤمن، ثم تخبرني بصاحب هذه الأبيات. هات ما عندك يا شيخ. زعمت أني كبرت وأني قل مالي وضم عني المواهب، وصحى باطل وأصبحت شيخا لا يؤتى أمثالها أمثالي، إن ترينني تغير الرأس مني وعلى الشيب مفرقي وقذالي. حسنا يا غيث، يبدو لي أنك أصبحت تبارزني بما تعرف. هل يعني هذا يا شيخنا أنني نلت الإجازة منك؟ ليس قبل أن تذكر لي أبياتا لا أعرفها. مشينا مشية الليث. هيا غيث، ما أسكتك؟ تريد أن تستعيد الذاكرة باستعادة القافية يا شيخنا، لك ما تريد. أكمل.
يضرب منه توهينا وتخضيعا وإقرانا، وبعض الحلم عند الجهل للذة إذعانا، وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسانا. حسنا يا غيث، لقد كنت ندا لي هذه المرة، بل وأفحمتني، ولذلك لن أضن عليك بالإجازة. مبارك. مبروك يا غيث، 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 مبروك يا غيث. اسمع يا رجل، كفاك مراوغة، قول اللي عندك. ما أقول ولا كلمة إلا بحضور الشخص اللي طلبت. أنت وش تقول أنت ها؟ وأنا ما أنفع ولا كيف؟ سامحوا يا طويل العمر، اللي ما يعرفك ما يفهمك. أسمع أنت يا فارس، أنت بدار الفارس عصر، حامل حمى وفارس القبيلة وعقيدها. حامل حمى وفارس القبيلة؟ قطاع الطرق باغوا يسرقوني وأنا جاي لكم. بس ولا كلمة بس. أنت كأنك ما تعرف عصر، أنت بايع عمرك أنت؟ شوف، أتحمل أني أغضب ولا يصير شيء ما شفته، تسمع؟ عمي. نعم. عم الشيخ فرحان، وصل وصل وصل. أمسك أمسك. مرحبا. حيا الله عمي الشيخ. مرحبا عصر. حياك الله يا عمي، تفضل تفضل. يا مرحب. يا مرحبا يا عمي. تفضل يا طويل العمر. حيا الله بالضيف، حيا الله من جانا. مرحبا بك يا طويل العمر. طال عمرك، هذا هو الضيف اللي جاينا، عمي الشيخ فرحان شيخ قبيلتنا، هذا هو موجود. انا يا طويل العمر مع رساله من واحد عيال قبيلتكم، ولكن ما اقدر اقول شيء الا بحضور الشخص اللي طلبت. اي ومن هو اللي طلبت؟ طال عمرك يقول انه لزوم غزيل تكون موجوده عندنا، ها يبغي غزيل. اي ولا ما جبتوها؟ طال عمرك، طال عمرك غزيل. وش المانع في حضورها ورساله من ولدها؟ ولدها غيث؟ وش علومه غيث؟ قول يا رجل تكلم، وش علومه؟ ما اقدر ابوح باكثر من كذا الا في حضورها. وصلت خير يا لاجل خير. يا عصر. نعم يا طويل العمر. ارسل عوض يناديها غزيل ويخليها تجي هان. حاضر يا عمي، حاضر. تفضل تفضل. احسنت يا طويل العمر. تفضل احسنت. عوض. يعونك يا عوض. اي هتروح حالا لغزيل وتقول لها تجي هان، تسمع؟ انت امر، انت امر. عجل يلا عجل. ان شاء الله انت امر. قهوه يا هزاع، قهوه. ابشر يا طويل العمر، ابشر. احيا الله. وين فكرك شارد يا غزيل؟ مدري يا نايم، ترى على بالي غير. طرح على بالك؟ وكاد انك ولهتي عليه. خذوا ابوه من حضاني وارسلوه للدراسة وهو عمره 7 سنين، وانت تدري يا نايل. كان محق الله يرحمه، كان يريد له يتعلم، لكنه الحين تعلم وصار فارس. ليه ما ترسلي تخليه يجي هان؟ كفاك يا نايل كفاك، لا تنبش الجراح القديمة. انا كان ودي اقول زيل زيل. اسرعي، مكسال من عند ولدك غيت. منتظرك في دار عصر، اسرعي لا تنسي الحلاوة. سمعت يا نايل، مرسال من غير. الحمد لله، وعقبال ان شاء الله ما يوصل. قلت يبي ترجع للصحراء، تبي ترجع وفلان يقول لك الكيس ما ادري ايش بلاه، والبعير هايج والعنزه شارده، وايش تعمل فيهم؟ ودي ارجع للصحراء ولا قاعد بالمدينه، هاي حياتي وانا لازم ارجع لها. يا رجال خلنا نفتح لنا تجاره، ترى الديره هذه فيها خير. خلك انت بتجارتك، انا اروح لاهلي احسن لي. المال والبنون زينه الحياه الدنيا، من ما يبي فلوس؟ ايه بس راحتي انا بالصحراء عند هلي وعربي. ايش تعمل بالصحراء؟ لكن ما اقول كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه. خليك نايم على الجنب اللي يريحه. اشرب قهوتنا. اي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعليكم السلام ورحمة الله. إيش بيك أنت يا رجل؟ لا سلام ولا كلام، تدخل على العرب من غير سلام. خذ فنجان تعال اشرب قهوة تعال. إي ما ظني يا عمي في الظروف كلها أنت قاعد هان تشرب القهوة ومرتاح. وش هي الظروف اللي تمنعني إني أنا أشرب قهوتي في بيتي وإني أنا أرتاح ها؟ عودة غيث يا عمي، القبيلة كلها تناقل خبر. وخير؟ وش تريدني أسوي يعني؟ أجبرهم إنهم يسكتوا ولا يتكلموا؟ أنت ما أنت خايف يا عمي؟ أنت وش تقول أنت ها؟ أنت ما تستحي على وجهك؟ أنت تقول هذا الكلام حق عصر؟ لا تنسى يا عمي إنه ولد صقر الفارس يا عمي. أنت مجنون، وش تقول أنت؟ وش تقول؟ أنت نسيت يا هزاع إني أنا عصر؟ عصر يا هزاع فارس القبيلة وعقيدها وحايز على سيف نشوان، تسمع ولا لا؟ أنا ما أخاف من غيث إنه رجع ولا ما رجع، تسمع؟ هذا اللي جاهل طفل. يا عمي لا تنسى يا عمي إنه غاب عن الديرة فترة طويلة وخاف إنه تغير. هذا أنت قلتها بلسانك يا هزاع، غيث تغير. غيث يا هزاع أصبح ولد المدينة، ما يتحمل حياتنا ولا يتحمل حياة البدو والبر، تسمع ولا لا؟ أي يا عمي كنت أتمنى يا عمي لو إنك منعته. تدري يا عمي العيد قرب والمبارزة قربت يا عمي. إيش قصدك ها؟ قصدي يا عمي أخاف إنه يبارزه. يسويها؟ يخلي يسويها. والله إني أذبحه، والله إني أقضي عليه يا هزاع، أقضي عليه ولا خلي بيروح، تسمع؟ خلوه يفكر بس. يا هزاع هذا السيف ما يطلع من هذا المكان، هذا السيف ما يطلع من بيتي دام إني أنا حي وراسي باجي يشم الهواء. كل هذا التفكير يا غزيل؟ السالفة هينة ما هي محتاجة لكل هالتفكير. بلغ المرسال اللي في البارح انك موافقة على عودة غيث. ما شاء الله عليك، كنت واثق من نيل الإجازة لهالسبب حزمت متاعك. أنا 3 شهور أنتظر هالمجادلة، وتقول لي متأكد؟ أكيد راح ترجع للقبيلة؟ أكيد. أنا ما أقدر أتحمل الغيبة أكثر من هذا. آه يا صديقي، لو تدري إيش كثر أنا مشتاق لهم. كل اللي مصبرني إني في انتظاره. اسمع يا عمي شوف هناك. ايش بيك ايش بيك؟ شوف هناك الله عليهم بنات الديره يا عمي. هزاع اي انت وش تقول انت؟ عيب هالكلام هذا يا هزاع. يا عمي شوف الشباب اللي جنبهم يمكن يعاكسوه، نروح نحكي معهم. اي اذا كان الشباب ما عليه. هذا تعال. قربوا يا بنات قربوا، تريدون نساعدكم نجلب لكم الماء؟ اي انت وايش سوهان؟ انت وايش سوهان؟ ها؟ وايش سوهان؟ اي بس سامحني ما اريد ما اقولش خلاص. انت وش عندكم انا ها؟ انت ما تستحون على وجوهكم؟ امشي هزاع. اي عمي وش فيك انت وش فيك؟ انت ما تستحي انت؟ وليش؟ ما تستحي؟ خلل وش تعملوا هان انتم؟ يلا خذوا حاجاتكم شوف يلا خذوا. عمي ودي اشرب الماء عمي. بعدين يا بني اعطوه ماي. يلا لا تستحون على وجوهكم شباب القبيله. يلا يا زاد تعال. بالسلامه يا بنيات. يا عمي عم محمود شوف هاي الحمامه
وش بيها الحمامة؟ رجلها تعورها. إيه هاي الحمامة أنا أحبها كثير، ويوم مرضت أراد أن أبوي يذبحها. يذبحها؟ يقول إن ما منها فايدة، مريضة، ولكن أمي قالت لي ودي عند العم محمود خلي داويها. إيه اسمع يبا، ودي عند خالتك وصايف، هي أعرف بالحمام. مشكور يا عمي. يا الفارس يا الفارس، ابشر يوم خير. بلغ ولدي اني ماني مانع رجوعه، وان المضارب كلها تستناها على حر من الجمر. نعم، ليش انت فاكر ان المرسال بيرجع لك الليله؟ ما يغمض لي جفن الا برجوعه. وناوي تسافر للديار وحدك؟ على ظهري. ما تخاف الليل وقطعين الطريق؟ أنا ما خاف إلا من الواحد القهار. يا رجال خلنا ننام. تسلم 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 يا الفارس. إيش رأيك يا عم نايف؟ رأيي فارس ونشمي بعد. ما شاء الله عليك يا عم نايف. يصير بلعون إنك زدت عليه، لكن نسمع، أنا ترى فلت من التعب، تعبت يا ولدي. أنا تعبتك معي كثير. إن شاء الله يكون تعبي ما يروح خسارة. إن شاء الله يا عمي. يلا يا ولدي. أحسنت، أحسنت يا عوض. أقول عصر. عمي. بس. أقول الشاعر نايل بطلت أشوفه هالأيام. إيه. ما تدري وش علومه. والله يا عمي الشاعر نايل هالايام مشغول يا عمي، مشغول. مشغول والشاعر نايل وش عنده ينشغل بيه غير القصيد؟ لا يا عمي لا، الشاعر نايل عنده شيء ثاني ينشغل بيه غير القصيد. الشاعر نايل مشغول بتدريب غيث يا عمي. غيث؟ هو غيث يتدرب؟ اي يتدرب، يتدرب على الفروسية، وده انه يشارك بالمبارزة بالعيد يا عمي. اي بس انا بغيته يجمع العيال ويعلمهم القرايه والكتابه. ايه الظاهر انه ما هان على امه ولا على عمه نايل يشوفوه كذا، ودهم يخلوه فارس القبيله وعقيدها مثل ابوه الله يرحمه. ايه والله اذا طلع على ابوه يستاهل. يستاهل يعني اذا فاز بالمبارزه يا عمي نعطيه سيف نشوان؟ والله إذا فاز بفعل يستاهلوا. بس يا طويل العمر، هذا سيف نشوان يا طويل العمر، سيف نشوان، وأنت تعرف قدره زين، لازم يكون عند واحد شجاع قوي يا عمي، فارس يعرف ويقدر كيف يحافظ عليه. لا تستعجل الأمور يا عصر، سيف نشوان اللي نتباهى به بين القبائل ما يحمله غير اللي يستاهله. وانا مجنون امسك له الهدف نوبة ثانية. افا يا عم نايل، وانت ما ودك تكمل جميلك معي؟ المثل يقول يا ولدي يا روح ما دونك روح، والروح غالية. يا غيث عمك نايل ما قصر معك لحد هين يا ولدي، الله يحمينا من زلات القدم. اسمع يا ولدي، اذا ودك ترمي لك هدف متحرك، الصحراء مليانة اهداف. شوف لك طير طاير في السماء واطلق عليه النار وانت مغير على ظهر الفرس. وهذا هو اللي كان ببالي يا عمي. دير بالك على حالك يا ولدي، انا مالي غير الله ثم انت. تطمني تطمني يا مغيث، ان شاء الله غير ارفع راسك بين عربنا وتقولي انا مغيث فارس الديره اللي يرمي الطير من السماء. الود ودي غيث يعلم العيال القرايه والكتابه. يا زين العلم اذا رافقته قوه وشجاعه. هذا قولك يا نايل، بدل ما تقف معي وتساعدني على غيث. ما ودي غيث يدرس لعياله وبس، ودي اشوف فارس مثل ابوه الله يرحمه، ودي اشوف سيف ابوه صقر الله يرحمه معلق بمكانه هان وسط البيت. يا غيث اقول يا مغيث ودنا ناكل جعانين. ابشروا بالخير. Thank you.
سلام عليك يا عمي. عليكم السلام. انت وين انت ها؟ وين كنت يا رجل؟ اشغلتني عليك، وين كنت؟ جبت لك علوم جديدة يا عمي. ما اريد اسمع شيء، ما اريد اسمع اخبار منك يا هزاع. بس كفاية المشاكل اللي تجيني من وراء راسك. انا يا عمي انا اجيب لك المشاكل. اي نعم انت، انت يا هزاع ما تشور علي شور وامشي بيه الا ويرجع مصيبة على راسي. اي الحق علي اللي اخاف على مصلحتك يا عمي. قول قول، وايش هي الاخبار اللي جايتها؟ لا ما له لزوم يا عمي، اشوفك انك تزعل من كلامي يا عمي. يا رجل قول قول، يا رجل قول قول، وايش هي الاخبار اللي عندك؟ ما ازعل، قول. غيث يا عمي، غيث يرمي الهدف هو مغير على الفرس يا عمي. مو بس هيك يا عمي، يرمي الهدف من على يد نايل يا عمي. اي هذه فعايل نايل يا هزاع، هذه فعايل نايل. نايل وده يرمي غيث بوجهي. اسمعني زين يا عمي، اذا كان ودك يا يخلص من نايل. لا لا يا هزاع، لا قلت لك يا هزاع ما اريد مشاكل بالديره، ما اريد مشاكل. زين انت حر برايك، وانا وش علي؟ انت يا رجل ما عندك الا القتل، انت ما عندك عقل تفكر به؟ ما عندك عقل يا عمي؟ بعض المرات العقل ما ينفع يا عمي. قل لي سيف نشوان جبته بالقوه ولا بالعقل يا عمي؟ بالعقل وبالقوه يا هزاع، ما هو بالغدر. زين بعض المرات الانسان ينجبر انه يستعمل القوه والغدر يا عمي. لا لا يا هزاع، لا انا ما اريد الغدر، ما اريد اكون انسان غدار يا هزاع. زين يا عمي زين، خلك جالس هان يا عمي، باكر السيف يروح عنك وانت ولا هان يا عمي، وتقول يا ليت سمعت كلام هزاع يا عمي، يا ليت. بخاطرك يا عمي. انت وين رايح انت؟ ودي اروح البيت يا عمي. لا ما تروح البيت، قعد هان عندي. يلا جيب الدلة والقهوة، شوف يلا يلا. اقعد اقعد وصب قهوة. يا غيث البس القطرة والعقال يمه، اه يبلك يمه. انا اشوف ان الامة يبلي لكن ولا تهون. مسكين ما شاء الله ما شاء الله عنك يا غيث. هات يمه. وين رايح يا ولدي؟ رايح اشوف الصيد اللي قال عمي عنه. تريح اليوم وباكر تطلع مع عمك نايل. خليه يرتاح بخاطرك يمه. الله وياك، الله معك يا ولدي. بيدي زرعت الصبر والناس يدرون، ومن دموع العين شربت غصونة. بلهون علي يا دموع الفرح بلهون، ولا تكشف أسرار بالقلب مكنونة. أغزير تحب نايل؟ إيه يا عمي، لأنها ما كانت تدري إن نايل يحبها. وش تقصد؟ قصدي يا عمي يجوز تتجوز نايل لأنه بوحده ويسكن معها وبنفس البيت، وهيج تضمن وجود ولدها معها. أيه إذا كان على ولدها أنا أضمنه أنه يبقى معها وأنا أتزوجها. أنت أخير أنها هي تتزوجني ولا تتزوج شاعر رزقته من لسانه. بس أنت خطبتها قبل وعيت تتجوزك. أيه الأول يوم أني أخطبها كان ولدها صغير وقالت ودها تربيه. عادي لا تنسى يا هزاع انها كانت شاكة بينا ان احنا اللي قتلنا زوجها. لكن الحين كل شيء تغير يا هزاع. ما ظن ان غزيل ترفضني اذا تقدمت لها وخطبتها. زين يا عمي. ها؟ بخاطرك. اي خاطرك معك يا هزاع. روح.
اللي ذبحني بالهوى الترف غدار. قلبي كواه وقلبه من الحب خالي. خالي. أوكى على قلبي مثل الميسم الحار. الحار. وعزة الله إنه بالهوى سم حالي. أي يسلم قلبك من النار يا شار. وقلبك يا طويل العمر. صح. تسلم. صح. يا طويل العمر هذه قصيدة أنا سمعتها. أي. وجيت أسمعك إياها وأسليك. تسلم يا شار. لا أقول يا نايل. نعم يا طويل العمر. غيث وش علومه؟ من الله بخير. هالأيام يتدرب على الفروسية. أي. لا عاد وده يشارك باحتفال العيد. وكاد وكاد يا طويل العمر. والله يقدره ويسترد السيف اللي كان عند أبوه. أي. إذا غيث مثل أبوه يستاهل السيف. ولو إني حاب إنه يدرس عيال الديرة القراية والكتابة. يا طويل العمر. غيث ما ناسيها شيء، لكن بالأول وده يقوي علمه بالمرجلة والفروسية، لأنه مثل ما انت عارف طويل العمر الفروسية والمرجلة بلي عقل ما بها فائدة. الفارس إذا ما عنده عقل ولو أنه قوي ما منه فائدة، وما هو محسوب عند العرب فارس. اللي يقدر ياخذك مني ما حد يستاهلك غيري انا. انا وحدي اللي اقدر احميك من فرسان القبائل. نعم انا وحدي اللي اقدر احميك. نعم انا وحدي اللي اقدر احميك لاني اعرف قيمتك زين. غيث يا ولدي غيث. يا هلا هلا بنايل. تفضل تقهوى. تسلمين يا مغيث. هو غيث مالفه؟ للحين مالفه. اقول يا مغيث، غيث ما شاء الله عليه صار فارس وكبر، ما ودك توفي بوعدك؟ انت للحين ذاكر الوعد؟ اصبر اصبر بعد شوي. اصبر اصبر زود عما صبرت. اللي صبر كل هالسنين يصبر بعد شوي. هذا غيث. السلام عليكم. هلا هلا يما. هلا يعطيك العافيه يما. هلا. هذا مصيد ولدك يا يمه. بارك الله بيك ما شاء الله. من زايد لزايد يا ولدي يا غيث. الله يسلمك يا عمي. يا يمه من اليوم ورايح ما تاكلي غير رحم الصيد. قول ان شاء الله خير. إن شاء يا الله. خير. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. صرت تصيد وصرت تطلق النار على الطير وانت على ظهر الفرس. هذا كله من فضلك يا عمي. جيت يا زا؟ إيه يا عمي جيت من زمان، وانت سارح يا عمي بدنيا ثانية، زولك عندي وعقلك الله أعلم وين، بيش تفكر يا عمي؟ إيه يا زا، أفكر في الدنيا وهمومها يا زا. إيه يا عمي، بالدنيا وهمومها ولا بغيث يا عمي؟ بالدنيا وبغيث يا هزاع. إيه غيث معك حق تفكر به يا عمي. هالحين نخاف منه، العيد قرب ومبارزة الفرسان قربت يا عمي، وأخاف إنه يفوز يا عمي. يفوز؟ وهدليلك إنه يفوز؟
يا عمي يقولوا انه يرمي الهدف هو مغير على الفرس يا عمي. ايه والثانية؟ والثانية يا عمي يقولوا انه يلف من تحت بطن الفرس يا عمي. قصدك تقول يا هزاع انه جاي بياخذ مكان ابوه؟ ايه انت نسيت ان ابوه كان فارس الديرة وعقيدها وانت اخذت مكانه عقب ما مات؟ والراي يا هزاع؟ مو انا لو اقول رايي يا عمي تزعل. لا ما ازعل، بس جنب الغدر يا هزاع. حيرتني معاك يا عمي. غيث عزيز علي لانه شهم وفارس وشجاع وذكي ومتعلم، ويمكن يكشف سالفة ابوه وساعتها وش نسوي؟ وهذا اللي مخوفني اكثر يا هزاع. شوري عليك يا عمي انك تتجوز امه وساعتها يصير مثل ولد ويخجل يبارزك بالاحتفالات يا عمي. اخاف امه ما توافق، وخاصه بعد ما كبر وصار رجل وفارس. خليك قاعد هان وفكر على مهلك، باكر يتجوزها نايل وتروح عليك يا عمي. اسمع يا هزاع اغزيل، ما ظنيت تقبل بواحد مثل نايل. ليه؟ انت مستقل بنايل يا عمي؟ على القليل شاعر، والشعار يعرفوا يقولوا الكلام الزين ويكتبوا به قلب المرأة يا عمي. حتى لو غزيل وافقت غيث ما ظنيت يرضى. زين خلك قاعد هان يا عمي، وباشر يفوت الفوت وتقول يا ليت سمعت كلام هزاع